حكمي ده نكي مخضرم كاها لحن في ابن قيس لورين شري وريربان التميم نكي وضيق وايل كوهان شري ولا سوى دي مدينة دعال كيدا مركي إلا مريي أي وحي إلى هدين قولا دي محابيش دي ودي وارب العمر أنا رقنا ضدك كالا سيدو أنو ليا أن تصنئه نكي بغرك وحي سيودان هالله حدا نكي بغرك ها وحل السيي وحي بغرته يدي سمركو فرديه وحي وحي نشري الدهب يكو في يدي وحي ودر حريري وحي سكو تحي شرودن أي اللو ديبي دبتنا إساقو بغر موضة أو وحي سيودان حدن أو تاج وين أو مكلل بالياقوت ستة أيو صاقلي مركي مقالة مدينة صاقلين أي عمر صور رادية قرقي باية مادين عمر با قرقي لقوا أيي وقال له ويدي عمر حقو جرا وحل يدي عمر وحكومة قيم مساجد كجرا مساجد كاية مادين مساجد كمركي هاي صاقلين باو حركان عمر ومساجد كمال كم يدو ضوبة نهردة وكان مساجد كده حديث صحابة دي ويكحي الشوء دانين عمر توسيان مال بيسك فرستان مركا ايوه ما ده حيتش عليين ولو بورد كيسا اسكه ردو هالكا اتشوغو اكتو دو مبجل ومكرم ويسك هالكا صالة فرستي ورمزان با مركا وحودة اين هو انكي ما ده حدين الرادرين مه وحالي هو ذا مساجد كده نعيسا وانك هالكا اتشيفا مركا سوحو ويدي اين حرسو وحجابو حرس أسكرتي إلى لنيسي هي حجابك كون بروتوكولك يا وحياة الله صار دافين هوري وحاسم يا بويري وحلا يد عمر ليس له حرس ولا حاجب عندنا ما يلا لسه يعني قلب بروتوكول وهي سك صهر رئيسي وحبته أنا مش يعني ماشى وأنا كيس كشيفة أنتوا أجي أيوحي دبيد هذا وير تاريخ ضاي قرطال الله يرهضه عدلت فأمنت فنمت بويري واد عدالة سمايسي ده بتنين اد عدالة سمايسي وحات كها شيء نبت قليو ده بتنين اد كسي حتى بويري يعني ان اد عدالة سمايسي وحي كان سطي ان اد نبت قليو ده هشو اديقو قارض دن كتالية عمر روحو كتالية مركا من مصر لقبل ابا الى ايو ايران انت كدح لبو كتالية الى ايو الشام ودمو كتالية عمر كي انت كتالين ايي مالبوس كشيفا وحين هو باهنا يمرك ما تحدو إما إني عدالة سمايسو أما سهدي عدالة لقواينا أما مسؤولية دو حنباري كرواينا إنو دات كيسا كم من نغضوس كدعدا رسالي شنينو ديبا دات كيسا وكم من نغضا على عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس يكون الإمام علماء التاريخ دولة الأموية ماذا حكاها أيا عماشيس ولاياتك عدة كتاليسة أي وراق قرشري وراق بميد قروح كيري سيدا صاحب الشذرات الذهب وسورين يجسك كوان وراق بو قروح كيري قد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت والسلام وراق خوابان بو صدره وحوليه هاي وحا تربطي دتكي كاعباني وحا يرادي كويكو مهديني أما عدالة سميه أما يسعزل بويري ده بيترين بيتقليه وراق دوا أفر تاج جملو أما صدح تاج جملو دو ده خوابان مغياسك وحكو قيمي وحويان dadku aad bay kaaga cabanayaan buulay inta kuma hadinaysana way yartay wadciigaagii maamul saas uu muuqda maxaa sababay kara cadaalad xumun buulay marka ama cadaalad samee ama isacsil buulay madaxda caalamka islaamiga joogta waxay ahayd in labada qaacida mid uu qaataan imma inay cadaalad ku dhaqaan haduu taag waayo li dhaafin fi nafsi أو لمشكلة أخرى وحيد دون طبها النغطية هدو أركوه إن أنو وحن وضي كرنة إنو قاطو إنو عزيلات دي سقاطو وردة تنو عمر بن عبد العزيز وقري وحيد هذا وحيد كعام بحضي مركي دنبه إنو قاطو كلمة فوق هذا يو مضح دبا يو قران
دهتك وحمامولة وحلي ده مقالة نكي مدح دي تشوغي حمس مقالة ده لده سوريا كتالة أي نكي مدح دي تشوغي وحشيغي مقالة ده إنه يرد دون دونتي وإن دي بلو إصلاحية إنه وباهنتي واسلع عمر بن عبد العزيز كي عمر وراغ يروكوبان بو يسنو وقرو حولي حصنها بالعدل ونقي طرقها من الجور من الجور والسلام الطرطوشي سراج الملوك بكسو نقلينيا حلية هاي مقالة ده هدا دون سينة هقاتشي سو عدالتكو هقاتشي دربية ده ما هو حمضان اللي هقاتشي هو بن آدم كهدي بن آدم كلا هقاتشي سيقى دربية ده بصرية مركاب حلية مقالة ده هدا ضربتين هقاكتو عدالتكو هقاتشي بويري ودوين كده نكر نظيفي ظلمك انت اونا دقو سمي بولي ان ودوين كده نظلمك كر نظيفي سو وحلا ان اما دحضو وحي ابا هين ان اللو قولاد دقم قواعد عمر ومده وقولاد دقمي عمر لبا قاعدة تلمامي المحاسبة والعزل انو دقك حسابيه وحموه ده اللقو وحموه يهدي وذك روايان ان يسعزلان قواعد سوها عمر كم ده هيدو كل دقية معروفة وكل نوضي لابد الشيء انو تلمام انو آدو الالية وحينو دام بيدو حي الالية انو يدتك عقايدو دو دوران يجيب كو دينا نيهم قرينين قل لا أسألكم عليه من أجر ما النبي ولبكو دواغية في سورة الشعراء مركض أخرده والنبي رسول وإلهي صادري هذا نوح على ددتك أشيك سددك إطمئنان وهلو أشيك إن هددك كيف كودا كسعنين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثاني الأمر واحد أشيك ته لا أسألكم عليه من أجر أدوني ذلك مرة برا أشيك عمر روح استعمالي شري قاعدة بيدا دان مدح ذولي مت استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا ورقور ما ددتك أدون ستين يدهو يوين كود دالين يكو حرة قاعدة الله بادنا وحي هانشر تبا ليدا دا من أين لك هذا مدح بات سوما حقال هانت داكا كانت هدي وقفك قواعد دا وذك روايه إلا عزله بل عزلك ضدكي وعسلي عمر مسائلك مدان دين تلمامه سعد بن أبو وقاص صحابي قال له رنشري يا كوفة ما ضحكها كوفة وحي هي مقالوا إنك يقو أشتكى بدنا هو ربط بدنا بي كم إذا هي مقالوا إنك مسلمين تلهاي سعد بن أبو وقاص والله قرانا يا من العشر المبشرين كم إذا هي ما ضحوا قديه دبيتنا ولا قسوا أشتكودي أشتكى لك كان وحول هانشري السحاب الى محمد بن مسلمه والمفتش العام الدين مدحها وركي ماضه محمد بن مسلمه بان لو ادري شري انه نكا مدحها بارس قسميه يا شعب كوحا ودحيه محمد بن مسلمه بان لو ادري دبت انا سعد بن ابو وقاص ما شاء الله غباريا ما حفيس يرى قرصون ومساجده ساجد مقالة على سومري سو محمد بن مسلم وضع وحلي عمر بن كصعدة سعد بن عباشة كتمي يا كعبان يا وحك الشيغان يا ساجد مقالة دوردن تدي بدنا يدو حليدي خير وحان هين كم أوغين بني عبس نمان ليدا هدو مساجد كودي بصوق علي مركي مساجد قال لمري يبو حيدي محمد بن سلمة إلهي باني دون كل داريين نكي وحكو أغو شاك أسامة بن قتادة نين ليلة دبا استاغي مركز وحودي مرها ديادنا دارسي حق وحوما قيبيو وعدالة ما سمعيو ودقال كما قلبو يري وركي وصاق هذا عمر بن الله شيء نمك كان سعد بن أبو قاص وحليدي مركي
دور نينو مؤامرده متبه هي مركه وحن شيغاي بو استاغاي دبتنا نين مستجاب الدعوه ابوها انتو استاغاي بو خولي الهي وحا او شيغيا هداي بين اي استوستوس كتهي الهو اندها كرد عرور تركب بدي مشكله درو بندق بو كهبار وحا او شيغيا هداي بنتي كان وي نبهل تبنيه دمرنا وودال سوى عيدو ميلها دور سوى هدنا دمر كيرير دبقالة أي علماء التاريخ سوى أروريا لكن عمر موقف كي سبحون نغضي عمر مركي قد يد الله كياني سيقو أك وحلق الشيقين أنا السحاحين سيقو أك سعد إنو من السابقين الأولين داتكي وهر إسلامي مسلمين تينو كميدي هاي isagoo og inuu ka mid yahay 10kii 10 mubashiriina bal isagoo og inuu yahay ninkii koowaad ee Ilaahay darti kanay wuxuu leeyahay sariyo kaba dagaal galay ninkii koowaad ee waranba Ilaahay darti leebba u gana bal isagoo og inuu yahay saxaabiga quray uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam aabaha iyo hooyada baa kugu furtaaye qutur isagoo ganaya isagoo og waxa soo dhan ayu saad عسلي عمر ما شكك حي وحيدا دان وحا قوله وعسلي وحوها درءا للفتنة في المجتمع وقطعا لماتة الجدل والقيل والقال وجمعا للكلمة في وقت حرج هاي هيد بالا يدا دان فتنة دا ومدى مسلمين تاكا چوچيو كلمة دو دان كلميو مران كنو چوكسو ويا وقت غير لا اكتنبا وقت حساسياها ودقال كي نهاوند markii loo diyaar garoobayay ciidamada muslimiinta la ururinayay oo markaas ciidamadii meeshii magaalada lagu ururiyay dagaalkana loo sii socdo si aan muranku u badanin madaxdan iyo mushkiladooda bulshada ay u ilowdo ayuu Umar Saad yiri shaqada ka soo dhaada Saad ka oo Umar shaqada ka reebay markaa kan markuu geeriyoonayay lixdiinina uu yiri madaxnimada lixdaas baan kula talinayna ka dooratan waye waxaan ogaa ibuulaynu nabi maxamed intay soo lixda raali ka ah ayu ka tirsana yani madaxnimada uma doonan buu soo sharaxay inuu khilaafada badu oo kuwa qaban doona ku jiro laakiin marka kan maadaama mushkiladu badatay wuxuu damcay in saad la azilo umar wuxuu raadinayay mujtamaa muslimiinta istiqrar siyaasi inuu jiro bulshaduna inay ishaysato بين الراعي والرعية نكا مدحدا ايا نكا مدحدا لو يهينا انكا القعليا ولا اللي ما يسوسو دوانا ايكا نحيسو حلانا امضو قصب لقمه قاميو قصب لقمه قاميو مساجدك امامك صلاة دينا تكية ايو حديثك إمام الألباني بمجموع طرقه وكتل ما مينو صحيح هي نبي وحده عليه الصلاة والسلام من أما قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته نبي وحده عليه الصلاة والسلام ننك داد إمام النغضة إيقو نعيو عن رب كو قصبئون صلاة حق هرس شايد يدين لكتي ومساجدك iyadoo dadku aanu raali ka ahayn xaqqa hore galay wuxuu nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam ka salaadiisu halkan ma dhaafto kalxantiisa ka waranka dadku oo dhan ilaahay sajaydaydu wada hor dhiganaya wadan dhanba sajayda iska hor dhiganaya ciidaba rabin hadii tobanayo qofa meel ku tukanaysa ama in salaad tukanaysa uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ka hor dhigta iyadoo aan dadku doonaynin salaadiisu aanay halkan dhaafayn umma bikamilaha رغم أنفكم أي يقول ده بس عوني ساكتاغن محو سلادي سنقون إيسا قفكو إنو يسعزيلا معنى هيدو ما هينو خيامي سمايو قرا أما إنو اللي تو قرا ما سبب بدن باكيني كرا قفكو إنو يسعزيلي كرا أما اللي عسيلي كرا سعد بن سعد بن أبي وقاس مثلا وعشرة المبشرين كم يدون نكاسية مر لبادو اللي عزيلي تاريخ تشيكتا عثمان بن عفان مركو مدح ذا النغضي مر لباد بكوفة مدح وقصوري
يسقول.